بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم جاء في دعاء العباس أنه كان يقول اللهم لا تجعلنا بدار مضيعة اللهم لا تجعلنا نعم. بدار مضيعة وأنا أنصح أن كل إنسان يعني يشعر بوحشة يشعر بغربة يشعر بتسلط خصومه عليه أن يقول هذا الدعاء اللهم لا تجعلني نعم. بدار مضيعة ميكان